يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال إن الله في كل مكان، ما حكمه وهل تجوز الصلاة خلفه؟ هذا كافر، هذا حلولي. اللي يقول إن الله في كل مكان هذا حلولي كافر، لم ينزه الله عن الحشوش ودورات المياه والمواطن القذرة في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. هذا لا شك كفره العلماء، الحلولية كفار بلا شك، ولا يصلى خلفه. نعم.